بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى التمارين المتعلقة أو الوضعية التقويمية المتعلقة بالتحليل الكهربائي. إذن ومع السلسلة الأولى أختبر معارفي في الصفحة 49 من كتاب المدرسي. إذن فبدون إطالة، مع الوضعية الأولى يقول أجب بصحيح أو خطأ عما يلي. إذن لدينا أربع عبارات أو أربع خيارات يطلب منا أن نجيب عليها إن كانت صحيحة أو خاطئة. ألف: محلول كلور الزنك يحتوي على شوارد الكلور وشوارد القصدير. لاحظ جيدا، هو يذكر لنا أن هذا المحلول هو كلور الزنك، ويقول لنا أنه يحتوي على شوارد الكلور وشوارد القصدير. إذن فالعبارة خاطئة، لأن محلول الزنك كلور الزنك يحتوي على شوارد الكلور وشوارد الزنك وليس شوارد القصدير. العبارة الثانية: شوارد الكلور سالبة. نعم، العبارة صحيحة، فشوارد الكلور هي شوارد سالبة. جيم: تتجه الشوارد الموجبة دوما نحو المهبط. نعم، هذه العبارة كذلك صحيحة، دوما وأبدا تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط، لأن المهبط هو مسرى ذو إشارة مخالفة للشوارد الموجبة فيجذبها إليه. دال: حاملة الشحن المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي في المحلول المائي الشاردي هي الإلكترونات. إذن فهذه العبارة غير صحيحة، لأن حاملة الشحن المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي في المحلول المائي هي الشوارد الموجبة والشوارد السالبة. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: أنقل الفقرة التالية على كراسك ثم املأ الفراغات. العبارة الأولى: خلال التحليل الكهربائي تهاجر الشوارد الموجبة نحو المهبط، في حين تهاجر الشوارد السالبة نحو المصعد. الفقرة الثانية: يسري التيار الكهربائي في المحلول المائي الشاردي نتيجة عن الحركة أو نتيجة عن حركة أو هجرة الشوارد السالبة والموجبة، أو نقول الموجبة والسالبة فلا ضرر في ذلك. إذن قلنا: يسري التيار الكهربائي في المحلول المائي الشاردي الناتج عن حركة أو هجرة الشوارد الموجبة والسالبة معا وفي آن واحد في جهتين متعاكستين. أما التيار الكهربائي خارج المحلول، أي في أسلاك التوصيل الكهربائي، فهو ناتج عن الحركة الإجمالية للإلكترونات الحرة في المعدن. الوضعية الثالثة: اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى في التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور القصدير، ثم استنتج المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التحليل. إذن فعند المهبط تكون المعادلة النصفية بالشكل التالي، أي يحدث التفاعل كما يلي: شوارد القصدير أو شاردة القصدير الثنائية الموجبة تنجذب إلى المهبط السالب لتأخذ منه إلكترونين. إذا نقول شاردة القصدير زائد إلكترونين، فينتج لنا فرد كيميائي واحد وهو ذرة القصدير. هذا عند المهبط. عند المصعد تحدث العملية العكسية. المصعد هو قطب موجب، أو هو مسرى موجب، يجذب شاردتي الكلور السالبتين. شاردتي الكلور السالبة هنا سيحدث تفكيك إذا صح التعبير،
يعني يتفكك هذان الفردان إلى النتيجتين التاليتين، يعني تتخلى الشاردتان السالبتان عن إلكترونيهما الفائضين أو الزائدين وتندمجان معا لتشكلا جزيء الكلور. إذن نقول شاردتي الكلور تتحولان إلى جزيء كلور زائد إلكترونين. هذا بالنسبة لما يحدث على مستوى كل مسرة أو ما نسميه بالمعادلة النسبية. يقول لنا استنتج المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي الناتج. المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي لكلور القصدير تكون كالآتي. إذن محلول كلور القصدير الثنائي ينحل أو يتفكك إلى معدن القصدير الذي يترصب عند المهبط، وينطلق أو يتحرر غاز الكلور عند المصعد. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية السلسلة الأولى المتمثلة في أختبر معارفي. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، ونلتقي بإذن الله في تسجيل قادم مع السلسلة الثانية المتمثلة في أطبق معارفي. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.